يروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته، فقيل له: ما الذي يريبك فيها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: لما طلقتها؟ فقال: ما لي ولامرأة غيري. أحبتي في الله، تذكروا أن الإسلام قد نهانا عن كشف عورات المسلمين وإظهارها أمام الناس دون سبب، حتى ولو كانت زوجة مطلقة. فقد ورد في الحديث النبوي: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته.